اسأل يا ابني علينا. الاهلي في دي القارة واتقال واحد فيها بطولين طولة شمال كله على السكة وشغال بالضربة الضربة هتتشال. انا قلت لكم ان انا مشكلتي دايما بتكون في اللي انا هسلم عليهم. هسلم على ليس دعوة بقى. حبيبي الف مبروك. مبروك يا مبروك حبيبي الف مبروك يا بوب اسامر. ازيك يا سيدي؟ ازيك يا حبيبي؟ اخبارك ايه؟ مبروك. الف مبروك. الف مبروك يا حبيبي. معلش احنا جايبينكم على الهوا على طول. ها؟ الف مبروك. اتفضلوا. لا خليكم جنبي هنا. خلينا واقفين. اتفضلوا. يعني تعالى كابتن احمد. تعالى انت جنبي يا كابتن. ما يعني خلي يعني ايهاب برضه قريب مني. الف مبروك طبعا لرجالتنا والف مبروك لابطالنا ودايما دايما ايامنا كلها تبقى حلوه. الف مبروك. اهلا 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 وسهلا اهلا اهلا بيهم طبعا. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، واهلا وسهلا بابطالنا نجوم وابطال كره السله. زي ما قلت لحضراتكم موسم طويل لسه لم ينتهي، لسه هنتكلم في هذا الامر دلوقتي، ولكن خلوني ابدا طبعا بالمدرب العام كابتن احمد الجرح. ازيك كابتن احمد؟ كابتن اسلام زحمه مبارك ايه؟ الحمد لله شرف منور والف الف مبروك. الله يبارك في حضرتك ومبروك لكل جماهير النادي الاهلي. معلش احنا جبناكم على طول بس يعني عايزينكم تحتفلوا وعايزين نحتفل بيكم برضو لان انا عارف ان انتم مسافرين كمان الخميس اللي جاي. بالزبط. ايضا كابتن فريق النادي الاهلي. ازيك يا سيف؟ الحمد لله مبارك ايه؟ تمام كله كويس؟ كله الف مبروك يا حبيبي. الله يبارك في حضرتك. شايفك النهارده مبسوط وسعيد طبعا. يعني ماتش صعب جدا. ها ماتش صعب جدا، ماتش اعصاب وماتش كان يعني لغايه الاخر يعني حاجه صعبه جدا. هنتكلم في كل هذه الامور. والبوب بقى ايهاب امين. ازيك يا بوب؟ يا كابتن اسلام بارك ايه؟ الف مبروك. الحمد لله. الله يبارك فيك. عامل ايه؟ الحمد لله كله كويس زي الفل. من الملعب لهنا على طول. على طول مفيش وقت والله بجد. جمهور النادي الاهلي كله مستني الفرحه النهارده لانه اللي عارف ان الموسم صعب عليكم وطويل عليكم جدا جدا جدا. السنه دي لسه مسافرين يوم الخميس مش كده؟ بالظبط. الماتش السبت ان شاء الله. هنسافر جمعه ان شاء الله. هتسافر جمعه؟ الماتش السبت؟ الماتش يوم 20. احنا كان 21 بقى 20. هو 20. احنا هنسافر يوم 18 بالليل بتوصل بالزبط. فجر 19 يعني قبلها بيوم. بالزبط. الماتش ده صعب؟ هو ثلاث ماتشات. دور الثمانيه عندنا مع بطل رواندا. اوكي. اللي احنا عرفناه ان الصاله هناك كل التذاكر اتباعت 20,000 متفرج مقفوله. وطبعا كل فريق معاه اربع محترفين فبرضه هم عندهم اربعه امريكان فمباراه تبقى قويه. في رواندا. مباراه تبقى قويه في دور الثمانيه ولو ربنا كرمنا هنلاعب الكسبان من كيب تاون بطل جنوب افريقيا والملعب المالي بطل مالي في الدور قبل النهائي. وبس الناحيه الثانيه بقى فرقه انجولا ليها طريقه برضو مع فرقه احنا في فرقه كسبتنا اعتقد في المباراه دي فرق نقطه. هي ده اللي خلانا هنلاعب رواندا اللي هم او الفرقه بتاعت رواندا اللي هم بس هي الحقيقه المجموعه الثانيه اللي عكسنا الاول اربعه يعني دي حاجه غريبه جدا ان الاربعه نفس عدد النقط مفيش حد متفوق على حد. لا والله يعني يمكن احنا وانجولا كنا بعيد عن بقيه الفرق في النقط. صحيح. الفرق كلها نفس عدد النقط بس اللي فرق السكور هو اللي رتبهم من واحد لاربعه. فاول زي رابع فمباريات صعبه جدا. بالظبط. طيب سيف برضو النهارده الماتش او مش النهارده الحقيقه احنا لما بنيجي نتكلم على الماتشات بنتكلم على الخمس مباريات لعبنا اربعه الحمد لله كسبنا ثلاثه وخسرنا مباراه. اول مباراه فرق كبير للنادي الاهلي، ثاني مباراه فرق كبير لنادي الاتحاد، ثالث مباراه فرق عادي، النهارده برضو فرق غريب جدا. ايه اللي بيحصل؟ والله طبيعي لما يكون في سيريس فمش مفيش فرقه فرقه اتحاد فرقه محترمه جدا وفرقه طبعا. كبيره جدا ولعبت منتخب مصر وخبرات فطبيعي ان السيريس ما تمشيش كلها لينا او كلها ليهم. اللي رجعنا تاني بعد جيم 2 يمكن قعدنا مع بعض وتلمينا وده كان حاجة مهمة جدا ان الروح بتاعتنا ترجع تاني. يعني فرقة البطولة هي اللي بتمسك في البطولة يعني زي ما احنا قلنا قبل كده الفاينالات بتتكسب يعني ما بتتلعبش يعني طبيعي يمكن يكون في كان في دروب شوية يمكن في تعب ذهنيا وبدنيا كنا تعبانين جدا كلنا. نقلة كمان من بين بطولة البال للدوري تاني دي كانت صعبة على ناس كتير يعني في ناس ما كانتش تلعب في ناس كانت تعبانة في ناس لعبت كتير في محترفين معانا في البال ما بيلعبوش معانا في الدوري. أيوه. فالشيفت ده طبعا كان صعب بس احنا كنا يعني
كان الفرقه كلها رجاله وكانت روحنا ان احنا لازم نكسب بطوله عشان نوصل تاني للبال. فبس الحمد لله ان ربنا كرمنا بجيم 2 ده كان المهم يعني. جيم 3 كان اهم جيم جبتوا لينا يعني. يعني لا جيم بالظبط اللي احنا كسبناه تاني جيم 3 ده كان مهم جدا لينا وهو ده اللي ادانا الدافع لجيم النهارده يعني. هاب السنه طويله جدا يعني بدايتها كانت من بدري ونهايتها لسه قدامكم يعني برضو ان شاء الله ربنا يكرمنا على الاخر الاسبوع اللي جاي يعني. ازاي بتتخطوا الشفتات اللي بتحصل دي يعني من دوري لكاس لبطوله؟ اول السنه بطوله عربيه وبعد كده دوري وكاس دوري مرتبط ودوري مرتبط والحاجات اللي السله بتعملها كتير دي. ازاي بتتخطوا الشفتات دي كلها؟ يمكن السيزون بتاعنا والبال طبعا في النص وافريقيا اهم حاجه طبعا. افريقيا صحيح بالظبط. يمكن السيزون بتاعنا طويل جدا بنبتدي تقريبا من شهر 8 هنخلص لسه الاسبوع الجاي ان شاء الله فبطولات كتير وبالذات اللعيبه كمان بتلعب في المنتخب في التوقف اللي في النص شهر مثلا او شهر ونص اللي في النص بيبقى معسكرين مع منتخب تمارين اكتر ماتشات فيعني بيبقى موضوع صعب طبعا علينا ذهنيا وبدنيا بس احنا فرق البطوله بيبقى فيها نجوم كتير ولعيبه كتيره كبيره وكل وقت وليه لعيبته واحنا يمكن في بطوله مرتبط سيف كان احسن لعيب في البطوله بطوله الكاس عمر طارق كان احسن لعيب في البطوله فعندنا لعيبه كتيره قوي تقدر تفيد الفريق. هو مكسوف يقول ان ايهاب امين في الدوري هو سايبه 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 وانا سايبه بس لا بجد يعني عندنا لعيبه كتيره قوي واعتقد دي احسن حاجه في فرقتنا ان احنا عندنا لعيبه كتيره قوي بتقدر تساعد الفريق ان يوصل لاهدافه وان احنا نكسب كل البطولات اللي بنقدر نشارك فيها فاعتقد ده بيعدي ان السيزون طويل يعني ما فيش لعيب ممكن يلعب 40 دقيقه كل ماتش طول السيزون مستحيل. استحاله طبعا لانه كمان الملاعب الصلبه دي بتبقى صعبه جدا في الاصابات وفي خصوصا الاربطه والغضاريف والكلام ده كله فبتبقى الامور صعبه جدا. انا عشان كده بقول لك يعني احنا بادئين معاكم الموسم من البطوله العربيه. انا فاكر البطوله العربيه احنا خسرنا البطوله العربيه ولكن كانت بدايه قلنا خسرنا الخماسيه السنه دي كمان خسرنا الخماسيه ولكن الحمد لله ربنا كرمنا في بقيه البطولات حتى الان. كابتن احمد برضو يعني سنه صعبه وكل حاجه ولكن الحقيقه دعم كبير من مجلس الاداره دعم كبير من النشاط الرياضي. الحقيقه كل ما نيجي نتكلم مع حد يقول لك طب احنا كلنا رايحين مباراه السله كلنا في ظهر اولادنا في السله في مجلس الاداره. اعتقد ان هناك حاله بتخلينا في العاب الصالات بشكل عام وفي السله تحديدا نرتقي بمستوى كل اللاعبين الحقيقه. بالظبط والله يا كابتن اسلام يعني تقريبا الفرقه دي اتجمعت من مش هنقول السنه دي او السنه اللي فاتت يعني مجلس اداره او النشاط الرياضي ما بقالنا سنتين ثلاثه الفرقه دي بتتبني. وانا اللي عايز اقول لحضرتك ان انا بعتبر ان احنا بناخد بطولات في مرحله البناء. احنا لسه ما وصلناش للشكل اللي احنا عايزين نشوف عليه فرقه النادي الاهلي وربنا كرمنا جدا السنه اللي فاتت والسنه دي. فدي حاجه طبعا انجاز انك تكون بتاخد بطولات وانت بتبني الفرقه. عايز اقول لحضرتك ان احنا قايمه الفرقه بتاعتنا المفروض القايمه اللي تسجل في اتحاد الباسكت 15 احنا مسجلين 10 لعيبه بس مصريين ده ثقه في قطاع الناشئين بتاع النادي الاهلي. ايوه احنا سجلنا 10 لعيبه كبار وفي الباقي كله ناشئين كل اللي معانا ناشئين صغيرين. فدي الميزه اللي مدينا الحمد لله طمانينه على المستقبل. ده توجه كمان في النادي لانه حتى في الهاندبول مثلا الهاندبول فرقه احنا صغيره. نعم الهاندبول فرقه صغيره يعني برضو فريق صغير ومعظمهم حتى لو يعني جايين من تحت جايين من الناشئين وبالتالي ده توجه النادي كمان فده مدي للعيبه كلها اولاد النادي بالزبط. في الاخر هم الشباب دول اولاد النادي بالظبط بالظبط. وبمناسبه كلمه اولاد النادي دي انا بالنسبه لي اولاد النادي بالنسبه, بالنسبة لي اولاد النادي دي مش قصه ان اللي لعب من هو صغير لا في ناس بتيجي على الدرجه الاولى في النادي و يعني بتحب النادي اكتر من اللي اتربى في النادي بتحب النادي اكتر من اللي لعب في ناشئين النادي حقيقي. فعلى قد ما انت بتخلص وبتدي النادي انت تاخد لقب ابن النادي لكن ابن النادي ده مش عشان انت اتولدت لقيت نفسك جوه النادي حقيقي. ادي النادي وموت نفسك عشانه واخلص وانكر ذاتك جوه النادي هتلاقي في ناتج والحمد لله احنا الناتج شايفينه. وبصراحه زي ما حضرتك قلت مجلس اداره او نشاط رياضي ما بتاخروش على الفرقه في اي طلبات اي محترفين اي معسكرات فعشان كده العمل الجماعي ده يعني نتيجته لحضرتك شايفه دلوقتي. طيب سيف برضو ارجع تاني لمباراه النهارده لانها المباراه الاهم الحقيقه. وقت المباراه تحديدا اللي انت حسيت فيه ان احنا خدنا البطوله خلاص كان امتى؟ هو اصل الماتش ده تحديدا كمان احنا ماشيين تعادل 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 لغايه 54 54 56 56 بعد كده ابتدينا ها
نطلع سن احنا وبعد كده الاتحاد جه ورانا. لا هو ماتش صعب بصراحه، ماتش يعني لغايه الاخر، لغايه لما المحترف بتاعهم جاب تلاتايه كان لسه يعني حسينا ان خلاص الماتش بيخلص، بس التلاتايه جت ما حسيتش. هو ايه اللي حصل؟ يعني ايه اللي حصل؟ انت الوقت ده بتعمله ايه؟ انتوا بقى ككباتن الفرقه يعني حضرتك ومجموعه الكباتن الفرقه الناس الكبار يعني في الفرقه بيعملوا ايه في الوقت ده تحديدا؟ لا يعني لازم جمعنا بعض احنا بعد جمعنا بعض وقلنا لسه احنا لسه ما كسبناش، لازم ندافع الكره اللي بعدها، لازم نجيب دي، وحتى لو ما حصلش وما جبناش دي لازم ندافع الكره اللي بعدها، لازم نلم ريباوند، لازم يعني نبقى متماسكين عشان نخلص البطوله يعني. انت برضو ايهاب في الاخر اللي عملت تلاتين تلاته كده تعبونا شويه الحقيقه، انت وتومسون ده حقيقي يعني طول الماتش. ها طول الماتش دول تعبونا كلنا. بيعملها منين؟ بيعملها قبل الثلاثه بكتير يعني، وبيعملها المره دي عملها مرتين، واحده الفيس اللي على طول اللي في الوش دي كده وما جاتش، والثانيه ناحيه اليمين. بس احنا حافظين الجمهور. لا ده حقيقي. النهارده النهارده يمكن شايط سبع ثلاثيات ما جبتش ولا واحده، حتى في فاول شوتنج ما كنتش موفق، بس يعني الحمد لله. ايه بقى ايه اللي يخلي الواحد يعني ايه الفرق؟ يعني انا حافظ ان الثلاثيات دي تتعمل بتخش، عارف انا ايهاب امين يعمل كده خش، تومسون ده يعمل كده تخش، ايه اللي بيحصل؟ لا بس خلي بالك ان بيبقى فيه طبعا يعني المدرب الناحيه الثانيه بيبقى مركز كل الضغط على ايهاب في الثلاثه القصيرين في الوقت ده، لان هو في لعيبه بتبقى هي كي بلاير بتاع الفرقه اللي هو يقدر يتحمل المسؤوليه ان هو يلعب على الباسكت في اخر الماتش، فهو بقى عليه ضغط كبير جدا. وطبعا بص هو مكسوف مش عارف يشرح لك الكلام ده. فهو ايه هيبقى عليه ضغط، ف ودايما انت عارف لعبتنا 24 ثانيه، فلما الكوره بتمشي ممكن تكون خلاص بيبقى فاضل خمس ثواني او اربع ثواني، فبيضطر ياخد تاف شوت يعني مش مستريحه، شوطه مش مستريحه. لكن ايهاب من اللعيبه اللي ما شاء الله ليهم مميزات تانية غير ان هو يجيب سكور. النهارده عامل 10 ريباوند، ده رقم كبير اصلا، ده بيعمله البيفوتات اللي زي سيف وعمر طارق واسماعيل. عامل كذا ستيل، عامل اسيستات كتير. ف ايهاب ما شاء الله من اللعيبه اللي ليها مميزات كتير جوه الملعب. ايهاب وجاستي بوش ودوره معاكم يعني تاني سنه بسم الله ما شاء الله، يعني بعيدا عن البطوله العربيه كل حاجه واخدينها. مش عايز اقول لك ايه الفرق لان انا عارف ان اللعيبه ما بتحبش تسال السؤال ده ما بين قبل وبعد، لكن ايه اللي بيخليكم توصلوا لكده في وجود هذا الرجل يعني؟ اعتقد حاجتين، اول حاجه هو فنيا مدرب عالي جدا هجوميا ودفاعيا اكتر، كان غير اعتقد منظر الفرقه دفاعيا جدا. الحاجة التانية اعتقد ان هو خلانا برضو كلنا نبقى على زي ما بيقولوا قلب رجل واحد، يعني كلنا اي حاجة بالنسبة لنا اهم حاجة البطولة، ايا كان مين كويس النهاردة، مين اللي بيلعب، مين اللي ما بيلعبش، مين دوره قد ايه، دي اعتقد يعني احسن حاجة في الفرقة اللي احنا فيها دلوقتي دي، ان احنا ال 15 لعيب اللي في القائمة بالناشئين بكله ان احنا عايزين نكسب بطولة، اي بطولة نخش فيها. فدي دور كبير من مستر اوجستي وطبعا الجهاز كابتن احمد جرحي وكابتن رامي، ان هم يعني دايما محاضرات في التمارين، التغييرات، كل حاجه بنلعبها في السيزون كله، ان احنا هدفنا ان احنا نكسب الدوري، نكسب الكاس، نكسب بطوله افريقيا، ده الهدف يعني الاهم بالنسبه لنا. الهدف اللي جاي ايه بقى؟ البال اكيد. حاسس ان يعني بشوف ان احنا عندنا الفرقه بتاعت انجولا تحديدا كمان فرق صعبه جدا. طبعا يمكن احنا بدانا سيزن بالبطوله العربيه خسرنا الفاينل فرق نقطه في اخر ثانيه، في تصفيات بطوله افريقيا الاسبوع اللي فات قبل الفاينل على طول كسبنا كل ماتشاتنا في المجموعه الا ماتش انجولا، خسرنا فرق نقطه برده في اخر ثانيه. فاعتقد ده يعني بيوري قد ايه ان احنا قريبين من بعض، وقد ايه ان احنا فرقه بطوله، ان احنا بعد الخساره دي وبعد الفاينل البطوله العربيه في اول السيزن قدرنا ان احنا نكسب بطوله مرتبط، قدرنا ان احنا نكسب الكاس، قدرنا ان احنا نكسب الدوري الاسبوع ده، ومش كل خساره بنعدي بيها. يمكن احنا خسرنا من الاتحاد كذا مره في الريجلر سيزون في طوال السنه، يعني كل خساره كنا بنخسرها كنا بنتعلم منها، ودي اهم حاجه ان انت الماتشات اللي بتخسرها تقدر تتعلم منها وتفيدك في الاوقات زي جيم 2، في اوقات زي النهارده ان انت تعرف تكسب الماتشات المهمه دي. فيمكن ماتش انجولا اعتقد مش عايزين نسبه الاحداث، بس يعني عندنا ماتش رواندا هو اهم ماتش، واحنا الكوتش دايما بيقول لنا ناخد ماتش بماتش، فماتش دور الثمانيه بالنسبه لنا هو البطوله دلوقتي. كابتن احمد برضو الدوري خدناه الحمد لله ربنا كرمنا، الكاس خدناه، الدوري المرتبط بيبقى برضو خدناه، تقريبا كل البطولات المحليه.
البطوله العربيه خسرنا بفرق نقطه واحده. اللي جاي طبعا او الاسبوع اللي جاي بالنسبه لنا هيبقى اسبوع مهم جدا جدا. اه طبعا. هل اللعيبه مهيئه في ظل هذه؟ انا برضو الشفتات دي بالنسبه لي برضو خلي بالك بتسبب لي يعني، يمكن انا عشان قريب شويه من قصه اللعيبه والحاجات دي فاقول اسالك السؤال ده، ان الواحد ان انا اغير الشفت بسرعه، البال كنت في حته وبعدين الدوري المصري حته تانية خالص وبعدين رواندا حته ثالثه خالص. بس الاجواء هناك حلوه يعني، الاجواء هناك تبقى قريبه على الاقل، الشكل التلفزيوني بيبقى قريب من اللي احنا شفناه. جميله. لا الملعب هناك والاجواء والله هناك يعني جميله. بس انا كنت عايز بس الاول طبعا، الاول احنا كنا عايزين نهدي الدوري ده. اتفضل. لان طبعا كان كنا الجمهور اتحب بينادي لعيبته بالفوز بالدوري عشان يهدوه لاسلام اللي هو توفى في المباراه بتاعتنا اللي اتلغت اللي هي في كاس السوبر. طبعا. فاحنا بنهدي له الدوري ده لروحه يعني، الاسلام مشجع نادي الاتحاد، نادي الاتحاد. وان نادي الاتحاد فريق كبير جدا طبعا، اللي بسطنا كابتن سامي ومخلي ان المكسب ده حلو، ان انت بتلعب الاحسن فيرجن لنادي الاتحاد تقريبا في اخر 15 20 سنه. مزبوط. لان كل الدعم من الحاج محمد مصيرحي للفرقه، عندك مدرب منتخب المانيا السابق، عندك التعاقد مع انس ويوسف شحاته، فانت بتلعب فرقه واقفه على رجليها اصلا، السكواد بتاعها جامد وقويه السنه دي، فده بيدل بقت اقوى يعني، بقت اقوى طبعا. فطبعا انت بتشوف ان المكسب بيبقى جميل لما بيكون على انا لسه كنت بتكلم قبل ما حضراتكم تخشوا على شكل الحاج محمد مصيرحي يعني طبعًا. كان متضايق جدا، زعلان جدا طبعًا. كان طبعا بيسامع كل واحد بيبوسه وبيحضن وكل حاجه، ده دوره كرئيس نادي وكل حاجه، ولكن كان شكله ان هو متضايق جدا صراحه. هو مش بيأثر خالص مع فرقته، وهو احنا علاقتنا بيه كلها طبعًا كل طبعًا. مجال ان هو كان لعيب باسكت اصلا طبعا، فعلاقتنا بيه قويه جدا. فهرجع لحق للشفتات، حقت عليها ان اللعيبه ده قدر حق، لعبت في نادي الاهلي وخدت بطولات كتيره وعارف ان قدرك انك تفرح النهارده، تصحى الصبح يقول لك البطوله يا كابتن اللي بعديها. ايوه صحيح. فده قدر الفرقه. هو الصعوبه شويه ان في ثلاث لعيبه مؤثرين اصلا مش يعني ما بيلعبوش معاك في الدوري، لان ممنوع احنا في الدوري نلعب بمحترف واحد، في البال نلعب باربعه، فهم بيتمرنوا معانا بس. فثلاث لعيبه بقى لهم الفتره اللي فاتت دي بيتمرنوا معانا بس، ومن بكره بعد بكره يتمرنوا برده معانا، ونلعب ماتش دور الثمانيه بقى لهم كتير ما لعبوش مع الفرقه، ولاعيبه مهمين جدا محترفين. فبس طبعا دي طبعا مش هتبقى حجه او مش لا هتبقى لا طبعًا حاجه يعني احنا ان شاء الله باذن الله عازمين، احنا ان شاء الله نقدر نعدي الاول ماتش رواندا، احنا هنركز كل تركيزنا على ماتش رواندا، وباذن الله كده ربنا يكرمنا ونقدر ان احنا نرجع بالكاس، عشان هيبقى موسم غالي قوي بصراحه. بصراحه هيبقى موسم، وكانت مباراه النهارده مهمه لان احنا كده الفريق المؤهل لمصر نلعب البال السنه الجايه. السنه الجايه برضه. طيب سيب برضه التحكيم النهارده ودور التحكيم، هل التحكيم الاجنبي وجوده فرق معاكم؟ والله هو طبعا يعني التحكيم الاجنبي انت حتى بتحس ان حتى لو في كور غلط، حتى لو في حاجه انت بتحس لا خلاص، ما يعني احنا كمان متعودين معاه عليه بدون قصد يعني. بالظبط. ممكن تكون بدون قصد، ممكن تكون ما شافها يعني كده. بالظبط كده. فاحنا كمان متعودين عليه من بطوله البال، يمكن ده فرق معانا جدا ان احنا لعبنا بتحكيم اجنبي ولعبنا بتحكيم الام بي اي من جي ليج في البال قبل الدوري على طول، فيمكن ده فرق معانا شويه ان احنا فاهمين شويه التحكيم عامل ازاي في بره يعني. والاي ار اس. والاي ار اس طبعا فرق معانا. الاي ار اس ده اللي هو الفار بتاع الكوره يعني. بالظبط. فرق جدا يعني، في كور كتير النهارده اتحسبت لينا. بس الكوره اللي في الاخر دي يعني بيني وبينك يعني احنا كلنا كنا قاعدين يعني، بقول لك انا طفيت التلفزيون، انا مش فاهم هو عايز ايه يعني. الاول حسب قال لك على الاهلي او للاهلي اتنين رمي حره صح؟ وبعد كده رجع قال لك لا استنى هشوف تاني. طب يا عم ما انت كنت بتشوف يعني وخلاص. هو تقريبا المدرب التاني اعترض، فهو تقريبا في الاي ار اس لازم يشوف في الاخر يعني. من حقه مدرب ليه تشالنج واحد والله. ليه تشالنج يعني، احنا خدنا تشالنج وهو كان ليه تشالنج فخدها في الاخر، فعشان كده رجع وشاف وبص على الكره دي تاني. بس ف وطبعا بس هو خلاص كان صفر يعني، هو ايهاب المفروض يعني ولا ايه؟ هي كان انا كنت حاسس ان هو صفر. لا هو انا سمعت البازر اللي هي صفاره نهايه المباراه، فاول ما سمعت الصفاره شوت الكوره، بس هو الحكم حسب فاول قبل الصفاره ما تطلع، كانت لسه فاضل ست اجزاء من الثانيه. انا ما سمعتش صفاره الحاجة، انا سمعت صفاره البازر بتاعت الماتش، فاول ما سمعت صفاره الماتش كسبنا يعني شوت الكوره يلا نحتفل. بس قال لك لا انا صفرت فاول، كل واحد يرجع للبنش بتاعه، وراحوا بصوا على الاي ار اس طلع ان لسه فعلا ليا تو شوتس،
عشان هم عملوا عليا فاول قبل ما الماتش يخلص وحسب عليا تكنيك الفاول عشان شوت الكوره فهم ياخدوا واحده بس وبعدين الماتش خلص. ايوه لا انا فاهم انا بقول لك لكن كل الهيصه دي يعني احنا كنا قاعدين بقول لك ما هو احنا بقى مش فاهمين يعني الناس ده الباسكت بقى نعم ده الباسكت هو جزء قاعد انت مستني ست انت بتقوله ست اجزاء انا كنت بقول ست ثواني لا ده ست ثواني ماتش لا ست اجزاء لا من الثانيه طلعت في الاخر زي ما انتوا بتقولوا كده لكن فرحه حلوه برضو يا ايهاب والواحد كان مبسوط جدا جدا الجمهور النهارده لما تشوفوا الجمهور النهارده ادي اللعبه اللي انا كنت بتكلم عليها اهو انت خلصت انت مديها واحده وخلاص بيتبسط اهو ايه اللي حصل له هدا لسه ايه ده بقول له هدا لسه يعني بص كلنا يعني ما حدش فاهم حاجه انتوا كنتوا فاهمين ساعتها يا كابتن احمد عامل لك فيها الشناوي معلش يا كابتن ما هو الراجل الكوره خلاص واللي سمع يعني خلاص يعني سمع الزفاره خلاص بس كان ده الحكم ده ده لا انتوا كنتوا فاهمين يا كابتن احمد ساعتها ايه اللي بيحصل احنا طبعا فهمنا ان هو خلاص بقى فهمنا فاهم شو الرئيس بس احنا برضو لو رجع المشهد هتلاقيه ان انا ماسك اللعيبه عشان انا خايف حد ينزل لو حد نزل ياخد تكنيكال فاول فهتلاقينا ايه موقفهم عشان هي مش ناقصه يعني هو في تكنيكال فاول اوريدي هتحسب فلو اتحسب واحد كمان هيبقى مشكله كبيره فهو ساعتها انت كنت بتوقفهم عشان ما يطلعوا بره بالظبط والباقي يكمل في الملعب عادي يعني خلاص فهمتوا ان لسه في الملعب لسه في نص ثانيه اللي هو 6 من 10 من الثانيه كده مش عارف انا ايه موضوع النص ثانيه خلي بالك انا بطوله افريقيا 2016 احنا كنا هنخسر بنص ثانيه زي دي كره شاطر اهي يا كابتن احمد بص هتلاقي اما يجي الصوره على البنش ايش خلاص الناس بص انا وبص بنحجز وانا عمال اقول له اهبد او بنحجز عليه محدش ينزل خلاص تو شوتس ليه انت بتقول لهم تو شوتس لينا تو شوت ما هو احنا لينا تو شوتس بس مش عايزين ناخد تكنيكال فاول لان التكنيكال فاول هيتشوت قبل التو شوتس لا وهاب ايه انت ايه خلاص ولسه هنا بقى بيتكلموا ويشوفوا هيعملوا ايه صح راحوا ورجعوا راحوا ورجعوا مرتين هم لحد هنا لسه وهم ما خدوش بالهم من شوطه ايهاب هم لما احنا هم كانوا هيراجعوا الوقت فراجعوا الوقت وجم مدرب الاتحاد طلب التشالنج بتاعه ده فخد هنا تكنيكال فاول ايوه برضو دي قصص غريبه جدا الواحد برضو يعني الفار ده او الفار بالنسبه للكوره بالنسبه للسله اسمه الاي ار اس ده مستحدث مش كده بقاله قد ايه سنتين يعني في مصر بس هو في الدوريات الاوروبيه وفي الام بي اي يعني بقاله كتير بس في مصر لسه اعتقد بقاله سنتين صح بقاله سنتين بس فارق معانا جدا طبعا وبيساعد الحكام كتير بتلعب كام في ايه انا ما يعني معلش مش فاهم حاجه يعني زي دي بس النهارده في اول الماتش الكره الهيثم كمال في لعيبه الاتحاد شاطها والحكم حسبها باسكت وهي ما اصلا ما حدش لمس الكوره رجعوا للار اس اتشالوا النقطتين من نادي الاتحاد يعني برضه هو فادنا النهارده بصراحه هو ماتش زي ده خلص فرق نقطتين فكل هجمه وكل بوزيشن وكل كره بتفرق فكوره زي دي ان الكوتش اصلا ياخد تشالنج في الشوط الثاني بدري عادة الكوتش ممكن يستنى لغايه الشوط الرابع اخر خمس دقايق كوره مهمه يستنى بالظبط زي ما التاني عمل بالظبط بس ماتشات زي دي كل كوره مهمه وهو كان متاكد ان الكوره دي عمر ما لمسهاش وكسبنا التشالنج وشالوا النقطتين من عندهم فيعني الاس اكيد مفيد للحكام وللفرق طبعا اللي بيريحك كمان انت كلاعب ان انت تشوفه ان انت تبقى عارف ان الحكم ممكن يرجع لكوره يشوفها عملت فيها خليت فيها سيب برضو قبل المباريات قبل هذه المباريات المهمة تالتة اللي هو يعني الجيم أربعة الجيم أربعة ده كنت ممكن تكسب ولو قدر الرقم ممكن تكمل لسه توصل لجيم خمسة بتقعدوا مع اللعيبة تتكلموا في إيه مش في الملعب في الأوتيل بقى قبل ما تقعدوا عشان أنا عارف إن أنتوا بتعملوا قعدات كتير كتير لا احنا القعدة المهمة فعلا كانت بعد جيم تول اللي خسرناه دي بس كمان خسرناه فرق وكان كمان عارف لما انت اصلا تعبان بدنيا ونفسيا وخسرت فرق فكان مهم جدا ان احنا يعني نفوق تاني يمكن بصراحه اللعيبه كلها كانت يعني كله كان رجاله وكله كان فاهم ده كويس زعلنا شويه تاني يوم كله ركز بقى في التمرين كان عندها تمرين كله ركز في التمرين عملنا اجتماع بعد التمرين قلنا ان الدوري ده مش هيروح مننا بصراحة كله كان رجالة يعني كابتن احمد برضو عدد البطولات اللي بتاخدوها دي بيثبت ضغط عليكم اعتقد اكيد والله اللي جاي كمان طبعا الواحد كل ما بياخد بطولة بيبقى
شايل هم ان الناس هتحمله مسؤوليه اكبر، ان الناس خلاص يعني بقى عندها ثقه في الفرقه وفي بالزبط. الجهاز وفي اللعيبه، ان احنا خلاص احنا مش متقبلين بقى اي حاجه اقل من كده. فطبعا البطوله، بس هو بصراحه كابتن اسلام اللعيبه اللي موجوده دي بصراحه معدنها جميل. اللعيبه فعلا زي ما ايهاب وسيف كانوا بيقولوا، يعني بيلعب زي ما بيلعبش. يعني مروان سرحان، ادي مثال بمروان، مروان احنا مسافرين كمان يومين عن رايحين البال، مروان مش في ال 12 اللي مسافرين، من اكتر اللعيبه اللي مموته، انا فرحان بيه جدا انه مموته نفسها في الملعب ولعب سيريس، وعمل كام النهارده واحده ولعب سيريس على اعلى مستوى. ده يقول لك ان الفرقه دي فعلا معدنها كويس، والفرقه دي قلبها على قلب بعض. فالبطولات دي الفوز بيها مش جاي من فراغ، جاي من انكار للذات. احنا حتى الجهاز من اول اوجستي لحد عم حامد اللي هو مسؤول الغرف، كلنا واحد، كلنا عندنا هدف واحد ان احنا نكسب. اللعيبه نفس الكلام، اللعيبه كلها مش فارقه مين في الملعب. دي 72 دي تيالي صح؟ وده اللي احنا اتكلمنا فيه وكنا بنتكلم فيه قبل الماتش مع بعض، ودايما ان احنا يا جماعه خلاص احنا طالما انتوا الحمد لله ربنا كرمنا بجيل كويس زي ايام جيلكم ما كان بيلعب كوره، طالما انت جيل كويس وربنا كرمك كل بطوله تخشها ما تسيبهاش، يعني حاول تموت نفسك، لان ده تاريخ بعد ما تبطل وبعد ما تبطل تدريب او تبطل لعب هتفتكره. يعني انتوا عارفين انا مثلا الحاجات اللي انا يعني هموت عليها ايه؟ بطولات الافريقيا اللي احنا خسرناها. انتوا كسبتوا كتير. ايوه بس احنا كسبنا كتير، لكن يعني انا واخد 3 افريقيا مع الاهلي، لكن انا مثلا افتكر بتاعت انرامو دي بتاعت لا انرامو دي انا كنت بطلت، لكن انا بتكلم على 2007 مثلا النجم الساحلي اللي خسرناه بتاعت عبد الحكيم العرجون. عبد الرحيم العرجون بس من بينالتي بركات هناك. الله ينور عليك. الله ينور عليك، اصل انا بتاع كوره اصلا. فمثلا انا زعلان على ايه؟ ازعل على البطولات دي اللي احنا خدناه الحمد لله كسبناه، لكن انا مثلا كان نفسي اخد، يعني اخدت 5 و6، كان نفسي اخد 7. صح، فاهم؟ افتكر مثلا في الاسماعيلي لما كنت بلعب في الاسماعيلي، نهائي افريقيا مع الاسماعيلي اللي خسرناه، الاسماعيلي خسر مع انيمبا. انيمبا قصدي انيمبا كانوا زي مازيمبا كان 2003. فانا افتكر الحاجات اللي هي افريقيا دي او الدوري، الماتشات اللي خسرناها، يعني الحمد لله الدوري 6 سنين خدت 6 دوري الحمد لله، فما فيش. الكاس نفس الكلام، السوبر نفس، هو افريقيا. فاحنا انا افتكر دايما كلاعب الحاجات اللي انا خسرتها. احنا بتوع عربيه مقصره في البيت، كانت مقصره لسه كنت هقول لك، كانت مقصره فينا جدا. من اكتر البطولات اللي كانت البدايه، خلي بالك، فكله قال لك الله، طب هي كانت طفره وخلصت ولا ايه؟ كانت البدايه وحطتك في المطار. يعني احنا في البطوله دي، احنا يعني انا بس احنا فعلا خسرنا فعل البطوله دي. أيوة حكم السعودي، وعايز اقول حاجه، الكلام ده متصور، بس احنا طبعا يعني ما نقدرش ان احنا نبين حاجه زي دي. جه في المطار لايهاب واعتذر له وقال له انا غلطت وانا اسف، ولان انا فاكر اصلي الدور قبل النهائي كنا بنلعب الاتحاد صح؟ لا كازما اتحاد طلع من الدور الثمانيه، لعبنا كازما كويتي وكازما الكازما. هو قالوا الكازما صح، انا فاكر قالوا قبل النهائي هو الماتش، هي هو البطوله يعني. ولو الاتحاد كسب الناحيه الثانيه وصلنا هيبقى هو ده فالاتحاد اتغلب واحنا كسبنا كازما كويتي. احنا كنا كسبانين الماتش الفاينل ده 15 بونت اصلا، وفرق كبير يعني. اتخطفت من يعني لا، بس القرار اللي هو كان مؤثر جدا، القرار اللي هو الكوره اتحسبت على ايهاب، وايهاب اتطرد لانه كان الفاول الخامس، وكره كانت فاول لايهاب واتحسب علينا تكنيكال فاول، فده كان قرار واحد خلص طلع منه 3 4 قرارات. فهو ده خلصه، وده في اخر كام سنه، اخر كوره صح. فانت عارف بقى، هي كانت في الاول ايه؟ احنا كسبانين ال5 بطولات بقى، فعمالين احنا نفتخر ونتبسط ونعمل، وبعدين اول بطوله على في الموسم خسرنا، كانت اول بطوله، اول بطوله في الموسم. بس انا كنت عايز اقول حاجه على النقطه دي. يمكن انا بقالي 4 سنين في النادي الاهلي، اول سنتين تقريبا لعبنا يعني ممكن 8 فاينالات تقريبا، او ايوه لعبنا كل فاينالات، لعبنا 7 أو 8 فاينالات، خسرنا منهم 5 أو 6. يا نهار ابيض. وكلهم كانوا قريبين قوي. فيمكن اعتقد اول سنتين ليا في النادي كانوا صعبين جدا. صعبين بالظبط، ويمكن الفرقه كلها اتعلمنا من السنتين دول، واعتقد ده اللي احنا دلوقتي يعني الماتشات المهمه الفاينالات اتعلمنا ازاي نكسبها. فعمرك ما هتكسب، لازم تخسر الاول وتعلم من خسارتك وبعدين تكسب. وفرقه اعتقد بقالها مع بعض يعني دلوقتي 3 4 سنين يمكن 4 سنين تقريبا، فخلاص خسرنا مع بعض، كسبنا مع بعض، شفنا الوحش شفنا الحلو، فاعتقد ده قربنا من بعض قوي. كلاعبين طبعا. سيب برضو الديات اللي بتقابلكم ايه كلاعيبه بقى، بعيدا عن الجهاز الفني ومجلس الاداره والكلام ده، انتوا كلاعيبه اكبر التحديات
كلاعيبه زي هو كابتن احمد قال قبل كده يعني زي طول ما انت بتكسب مطالب ان انت تكسب اكتر. والباسكت عندنا الموضوع صعب يعني يمكن اخر سنتين بس اللي بقالنا بنلعب الاتحاد بس ده مش طبيعي يعني مش طبيعي في الباسكت. الباسكت احنا بنلعب 3 4 فرق جامدين و3 4 فرق بتدعم ده اللي انا بقوله فيمكن التحدي عندنا ان انت كل ما بتكسب ازاي تحافظ تحافظ على المكسب ده ازاي تفضل فرقه واحده زي ما كوتش اوغستي معلمنا نفضل على طول مش فارقه مين اللي بيلعب كل واحد ليه دور كل واحد ليه دور في الملعب دور بره الملعب حتى يمكن ده اللي مخلينا نكسب وازاي بقى نحافظ على ده هو ده الصعب. طيب ورينا يا سمير اشمعنى بقى عجبتك جامد والله الله خير كسر كسرته بس والله كان مكسور والله من قبل هم اللي كسروه مش انا. اشمعنى رقصه بيرسي والله كابتن احمد هو اللي قال لي كده قال له عايزين نحتفل بيرسي حلوه لطيفه اصلها يعني عارف عملت شو منظر وبتاع عشان كده حلوه بصراحه وانت داخل لنا بيها برضو والله انا عايزين نحسسه بقى هو الراجل بقى له فتره عامل مع الاهلي ماتشات بقى له فتره بصراحه واحد تاني واحد يعني جبنا محترف مش هو اللي كان جه في الاول يمكن يشوف دي يحس ان احنا كلنا حاسين بيه احنا كنا لسه بنتفرج على ماتش مع بعض بس ماتش الكوره ماتش الترجي الترجي ايه رايكم في الماتش صحيح؟ يمكن في الكوره نتكلم مع احمد لا الماتش يعني انا كنت شايف ان احنا نقدر نكسب 5-6 في الماتش ده بس يعني ترجي من الفرق الاهلي بيحترمها بصراحه في افريقيا يعني ترجي فريق محترم وفريق كبير طبعا وهو بص اللي بيخلينا دايما بنحب الترجي ان دايما بحس ان فرق الترجي ومره بيحترم الاهلي قوي صحيح يعني دايما حتى لما تلاقيهم بيتكلموا على الاهلي انا ليا اصحابي توانسه ولعبت مع ناس توانسه وانا بلعب بيتكلموا على الاهلي باحترام فالماتش كان بصراحه الاهلي انا حاسس جداً. حاسس كرويا ان احنا بدانا نتعلم كنا الاول مع كولر في الاول كنا دايما بنلعب ساعات ماتشات تخلص تعادل او نتغلب على طول احنا فاتحين الملعب دلوقتي علينا ان احنا لما نكسب نقفل الملعب وبقينا نعرف ان احنا نحافظ يعني لو تاخد بالك ماتش سان داونز اللي هنا 2-1 لينا برضه كنا بنلعب عادي اللي هو فتح اللعب هو فتحنا اللعب في كذا ماتش كده حصل ماتشين ثلاثة كده رجع بقى اتعلم رجعنا بقى اتعلمنا اخر تقريبا اخر 10 ماتشات الفرقة اللي فيها جون تقريبا كابتن احمد الجرحي المدرب العام لكرة السلة المحلل القادم لكرة القدم معانا هنا في الاستوديو بالمناسبة اول ما يرجع من البلح هجيبه عشان يقعد معانا وبعدين ايه حسام غالي يعني صح ده حبيبي وبعدين كابتن عادل عبد الرحمن برضه حبيبي وكابتن عادل طب كابتن عادل معانا في الاستوديو على طول تعالى معاه عشان قعدته النهارده الدوري يعني ايهاب برضه كره السله ليها طعم يعني انا بشوف ان جمهور الاهلي تحديدا بيحب كره السله يعني كره القدم وبعدين كره السله واليد طبعا الطايره وكل حاجه ولكن كره السله بالنسبه لهم بيبقى ليها يعني حاجه كده لطيفه انا فاكر من سنتين انت رقصت حد حطيت الكره ما بين رجله وبتاع فتعمل عليها كان اول ماتش ليا تقريبا مع الاهلي ضد الزمالك في الكاس كان من ثلاث سنين تقريبا اربع سنين كمان اول ما جيت فكانت يعني اقصد ان الناس لما بتلاقي حاجه بتتعمل حلوه في كره السله بتبقى مبسوطه بيها قوي ايه اللي بيخلي الناس كده؟ اعتقد هي لعبه ممتعه جدا ولعبه شيقه وبعدين لعبه ثواني برده يعني زي ماتش النهارده جيم 4 نهائي الدوري 72-70 ممكن هما في اخر كوره يجي لهم يشوتوا ثلاثيه يكسبوا عادي صح لكن انت ممكن في الكوره مثلا كسبت 2-0 3-0 وفضل يعني وفي الهاندبول وفي الفولي فالباسكت اعتقد اللعبه يعني صعبه جدا على الجماهير وبيحبوها وانا شفنا يعني دعم كبير قوي بعد ما كسبنا الدوري اللي فات يمكن كسبناه 3-2 كان فاينل صعب مع نادي الاتحاد شفنا دعم كبير قوي وعرفنا قد ايه يعني الجماهير بتقدر الفرقه وبتقدر المجهود اللي بنعمله ف يعني بنحاول ان احنا نمتعهم بس مش يعني بالاداء بس بالفوز ببطولات طبعا دي اهم حاجه دي لو كانت دي الكلام اللي انت بتقوله دي لو كانت الثلاثيه دي لو جت خلاص انا بقى والله انا ما اتفرجتش على الحاجات دي خلي بالك انا قفلت يعني هو هنا وبعدين ده احسن واحد بيشوط دي لو جت فيها جلطه دي لا جلطه ايه ده كلنا فيها جلطه ده كلنا حضرتك انا قافل التلفزيون ما اتفرجش على دي انا كنت قاعد فوق فسمعت ايه وبتاع خلاص قلت الحمد لله كسبنا لكن انا
اول ما الحكم عمل تكنيكال فاول قفلت التلفزيون. احنا في اسباب كتير كنا عايزين يمكن نكسب ماتش النهارده، اكيد ان احنا نكسب الدوري، بس طبعا الاهم بالنسبه لنا ان احنا زي ما كابتن احمد قال ان احنا مسافرين خميس بالليل بالظبط، فمش هينفع نلعب نهائي يوم الاربعاء ويبقى عندنا ماتش سبت، فيعني كنا عايزين نحسب بدري. لا قدر الله بقى يعني ما حدش عارف خلاص ده النهارده ما كسبتش طبعا، انت رايح يوم الاربعاء ماشي هلعب ماتش وتقيل ومستني ان انا اسافر لا قدر الله خسرت الاربعاء كمان انت دخلت نفسك في قصه قصه طويله عريضه، لكن الحمد لله يعني برضو نشكر الراجل اللي اسمه ايه جونسون لا اسمه ايه الراجل بتاع المحترف بتاع الاتحاد اللي ضيع الثلاث نقط جونسون. نشكر جونسون بالظبط، نشكر اطهر الطاهر. الناس تطلع تقول لك ايه يا جماعه انتوا طلعتوا للدور بتاع، فانتوا فرقه محظوظه في الاهلي في الكوره طبعا انا كنت فرقه محظوظه فاشكروا اطهر يا عم، بنشكر اطهر زهق يعني ماشي شكرا يا عم اطهر متشكرين جدا، فبرضه نشكر جونسون النهارده. واحنا برضه مش في ماتش سان داونز في مصر ضايعين بنالتي احنا برضه صح؟ نعم ماتش سان داونز في مصر احنا مضيعين بنالتي برضه. ايوه محمد هاني طيب ما بقول لك يعني لا اصل الناس يعني كان ممكن دي تيجي عادي، كان ممكن تيجي كنا وصلنا من غير الهيصه دي كلها ووجع الدماغ ده كله، ولكن والله كابتن اسلام ده برضو حتى بنلاقيه في الباسكت، احنا في الباسكت احنا تم يعني بص احنا الحمد لله السنه اللي فاتت خدنا بطوله المنطقه وراها بتوع العربيه وراها كاس مصر وراها دوري السوبر والسنه دي دوري المرتبط وكاس مصر، كان كل بطوله الناس تقعد تشكك في حقيقة. اصل حكام مصريين على فكره حكام مصريين حكام كويس على فكره كويسين، انا اشهد ان حكام مصريين عندهم اكيد في زي ما كلنا بنحاول نطور نفسنا من مدربين اجانب ولعيبه اجانب وحكام يتطوروا، بس هم عندهم امانه عندهم من الامانه ان هم يعني هو مش قاصد يكسب او خلاص لا لا مش قاصد لكن احنا لعبنا بحكام عرب في بطوله عربيه ولعبنا بحكام افارقه ولعبنا بحكام اوروبيين ولعبنا بحكام من امريكا اللاتينيه، والمره دي قالوا لا نحط ثلاث حكام اجانب، الموضوع ده مش بيشغل بالنا خالص اوكي ما بتبصش لكده خالص ولا بتتكلم معاهم في حاجات دي ولا عمرنا طلبنا أوكي. على فكره طلب الحكام الاجانب كان بناء على طلب نادي الاتحاد السكندري والنادي الاهلي وافق، يعني ما عندوش مشكله عشان ما لو النادي الاهلي ما وافقش هيبقى شكلها كان لا انا عايز العب بحاجه معينه احنا موافقين ما عندناش مشكله حكام مصريين او اجانب، فكان تحدي كبير الدوري ده ان احنا نكسب بالثلاث حكام الاجانب في ظل ان بتلعب فريق محترم زي نادي الاتحاد، لان انت على طول مطالب منك هو مش مطالب منك بس انت على طول محطوط في مربع كده الاتهامات ان انت صح بتتجامل او ان انت مع انه والله انا بقيت احس ان في حكام بيتحكم لنا في الدوري عشان يثبت ان هو مش مع الاهلي فبيبقى ضد الاهلي قوي برافو عليك يبقى جاي على الاهلي عشان هو انا كده مش مع الاهلي بيحصل في الكوره وفي السله وفي اليد وفي كل حاجه في الكوره بنشوف كده برضو ان الحكم يقول لك ايه ما يعني حتى لو اخطا يعني حكم كابتن وليد عبد الرازق مثلا في مباراه اللي هو ادى الانذار لمحمود متولي احنا قلنا غلط ان انت تدي انذار، قال لك لا يا جماعه ما حدش يلمس الحكم وبتاع، طب في مباراه الزمالك وبروكسي الناس لمسته ما اداش لحد كتير، ده يخليك تفكر بقى يعني ده يخليك تفكر في ان كره القدم طب هو ليه عمل كده مع الاهلي وما عملش كده مع بروكسي؟ عشان هو عليه ضغط الاهلي، هو الاهلي هو نازل بضغط هو عايز يثبت ان انا لا بص انا جامد مع انا مع الاهلي كروت و والعين الحمراء يعني، فاحنا للاسف احنا مره قلنا الموضوع ده للكابتن خطيب اما وقف معانا قال انا عايز اسمع اكبر واحد واصغر واحد. اوكي. احنا في الكوره بعمل كده، قال انا لما بخش فاز الكوره بسمع الكبير وبسمع الصغير. فكان ساعتها لسه مودي بيلعب فكان هو كابتن الفرقه فقال له يعني احنا في يعني ساعات حاسين ان احنا اتحاد الباسكت او الحكام قال له هو قطم الكلام على طول. قال له احنا كنادي اهلي متعودين نلعب كل ضد كل الظروف صح، فالموضوع ده بالنسبه لنا مش لا هنتكلم في حاجه زي دي ولا هنتدخل في حاجه زي دي، احنا مطالبين ان احنا نلعب كل ضد كل الظروف، ودي فعلا الحاجه اللي بتميز الفرقه بتاعتنا. سيف وجود الكابتن خطيب بالمناسبه النهارده تحس ان هو يعني النهارده تحس كمان ان هو فرحان ومبسوط وسعيد بالمجموعه لانه معانا او معاكم يعني من اول يعني هو كان ما بقول كابتن خطيب عشان ما حدش يقول تطبيله مش كابتن خطيب واعضاء مجلس الاداره، يعني كابتن خطيب يبقى اعضاء مجلس الاداره كله سياده الوزير العامري فاروق والاستاذ خالد مرتجي وكل الاسماء اللي موجوده، انا بس عشان محمد سراج كان موجود برضه الدكتور محمد سراج كله بيبقى موجود يعني انا بصراحه انا الماتشات دي ببقى عايز اجي بس انا واحد من الناس ان انا يعني ممكن اتعب فانا ما بروحش. هو انا استغربت كابتن خطيب ليه اصلا هو اصلا قبل كده قال لنا انا ما اقدرش العب ما اقدرش على لعيبه كلها ما اقدرش على اللعبه يعني احنا معظمنا خلي بالك احنا في الملعب الملعب حاجه ولما تيجي تشجع بقى النادي بعد ما بتبطل حاجه ثانيه حاجه ثانيه
فانت انا كل شويه يقولوا لي طب ما تيجي الماتش ده، اقول لهم طب حاجه، وبعدين الصبح مثلا اقول لهم لا مش جاي خلاص، والله العظيم انا كنت جاي النهارده مثلا، وبعدين قلت بقول لك ايه لا مش جاي، اقعد اتفرج عليه هنا واللي ايه حاجه حصلت تديني ايه بحقفل التلفزيون وامشي، محدش هيحس بيا، لكن هناك هتعمل ايه؟ هناك في وشك. يعني تخيل اللقطه الاخيره دي جونسون جابها وانا يعني اي حد اهلاوي هيبقى فكرت خطيب كان انا حسيت بيه يعني هو مبسوط وسعيد هو يعني نعم؟ على النقيض بقى الحاج محمد، لا طبعا الحاج محمد حقه موقف صعب بصراحه، لان هو بصراحه فعلا بجد راجل بيتعب مع الفرقه بتاعته. فبرضه يا سيف انا بسالك، وجود الكابتن خطيب النهارده اعتقد بما انه بيقول لكم انا ما اقدرش احضر الحاجه يعني احنا اتفاجئنا ان هو جه تقريبا في نص الماتش. يمكن ده ادانا دفعه كبيره جدا حقيقي، يعني فعلا فعلا ادانا دفعه كبيره جدا، ان هو احنا مش متعودين ان هو يجي في يجي كده في نص الماتش، عارفين ان هو بيتعب فما بيجيش ماتشاتنا احنا بالذات، علشان الماتشات بتبقى قريبه جدا وعارفين ان هو بيتعب ما بيجيش، ان احنا نشوفه داخل فدي ادتنا ثقه هو ازاي واثق فينا. يعني ازاي هو دخل وهو بيتعب كده ودخل بين الشوط الثالث هو واثق فينا، ما ينفعش ان خلي بالك الشوط الثالث كمان كانت نتيجه قريبه حاجه دخل بين الشوطين. دخل ما بين الشوطين بصراحه. دي حقيقه. انا اول ما شفته قلت لا ده يعني هو واثق فينا لدرجه ان هو جه وهو بيتعب، لان احنا طلبنا منه قبل كده يجي، قال ما مش هقعد، انا في الكوره بروح عشان انا فاهم، لما الكوره تبقى خطر ممكن ابص الناحيه الثانيه، انا فاهم كوره، كمان انتوا لعبتكم دي انا هفضل اعمل ايه، مش هقدر ده كل ثانيه بص. دي حقيقه. ايوه دي حقيقه. فلا ادانا دفعه كبيره جدا وادانا ثقه ان احنا خلاص احنا نخلص البطوله النهارده يعني. طيب اخيرا عشان برضو انا عارف ان انتوا تعبانين جدا ونفسكم تروحوا، ايهاب وسيف وكابتن احمد بعد اذنكم يعني كاميرا معاكم، وجهوا هي الكاميرا فينا يا شباب، وروا ايهاب الكاميرا بتاعته. اي حاجه عايز تقولها لجمهور النادي الاهلي، لمجلس الاداره، للعيبه زمايلك، اللي عايز تقوله اتفضل. يمكن اول حاجه هشكر اللعيبه زي ما قلت كتير، لعيبه رجاله، مش هقول واحد واحد بس يعني بجد يعني مبسوط ان انا بلعب في الفرقه دي، ولما تشوف الناس يعني بيعملوا ايه في حياتهم وفي التمرين وفي الماتشات وفي كل حاجه بتحاول انت تدي اكتر، فيعني بشكر اللعيبه كلها، وطبعا بشكر الجماهير النادي الاهلي ما كانتش قادره تبقى موجوده معانا في نهائي الدوري للاسف، بس يعني عارفين قد ايه هم ورانا، وان شاء الله نقدر نفرحهم كمان، وان شاء الله نقدر نحتفل معاهم بعد بطوله افريقيا ان شاء الله، وطبعا بشكر مجلس الاداره لدعمهم زي ما سيف قال معانا من اول جيم 1 لغايه جيم 4 وطول السيزون، يمكن جم سافروا معانا كويت كل البطولات موجودين معانا، ف ان شاء الله نقدر ان احنا نفرحهم اكتر في بطوله افريقيا ان شاء الله. سيف، اولا بشكر اللعيبه، بشكرهم على الروح العاليه جدا منهم وعلى انكار الذات اللي حصل في الماتشات دي، وبشكر طبعا جمهور الاهلي واعضاء مجلس اداره، بشكر جمهور الاهلي ومقدرين قد ايه انتوا عايزيننا نكسب وان شاء الله نقدر نفرحكم اكتر، وبشكر اعضاء مجلس اداره وكابتن محمود الخطيب ان على الدعم الكامل وعلى الروح اللي هو بيدوها لنا ان احنا نقدر نكمل، وبشكر طبعا عيلتي وبشكر كل الناس اللي واقفه في ظهرنا يعني. بس كابتن احمد، والله كابتن سام اول حد لازم نشكره هو جمهور النادي الاهلي حقيقي. هو السبب في المكاسب دي كلها، ونشكر مجلس الاداره على الدعم للفرقه اللي على طول في ظهرنا وبيحقق طلبات الفرقه. اللعيبه بقول لهم فخور ان انا بمرن جيل زي ده، بصراحه جيل جميل كله مميز اخلاقيا وفنيا. بشكر الجهاز كله، يمكن اكتر واحد اشكره في الجهاز عم حامد الكاس، لان ده بيتعب مع الفرقه كان ايه اللي قبل ما نطلع هوا جدا 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 يعني. حامد الكاس اهم واحد في الفرقه طبعا، هو يعني طبعًا بصراحه حقيقة. بيتعب جدا معانا وبيساعده برده جمعه برضو أبطال مهم جدا حقيقة. طبعا بيتعب جدا، بشكر يعني وبشكر كل اصدقائنا بالذات اخص بالاسم يعني محمد منظور، ده بيجي ده اهلاوي بيجينا من طنطا عشان يجي يتفرج على الماتش ويروح، ده صديقنا صديق ده يعني. لما بشوفه بتفائل يعني، هو دايما بيبقى راجل النهائيات فاينل النهائيات محمد محمد منظور
محمد منظور وعادل شوقي طبعا. عادل شوقي معانا على طول وطبعا وبهدي طبعا البطولات دي طبعا روح والدتي الله يرحمها وابويا وزوجتي وبنتي واخواتي وفرحان جدا بقطاع الناشئين في النادي الاهلي ان هو بقياده اتنين دلوقتي زي مودي الجرحي وابراهيم الجمال كانوا بيلعبوا معانا السنه اللي فاتت وكريم ضيف مع كوتش داني صراحه المنظومه بقى كلها كده يعني تبقى فرحان وفخور بيها وهم كانوا في ظهرنا النهارده في الملعب طبعا. فكل الناس دي ورا المكسب ده. المكسب ده مش وراه لعيبه وجهاز بس، المكسب ده وراه جمهور واداره ولعيبه وجهاز وناس حوالين الفرقه وبشكر حضرتك طبعا واتمنى ان احنا نقعد مع حضرتك. انا بشكركم ان انتوا النهارده موجودين معانا والله. نتمنى نقعد مع حضرتك السنه الجايه نفس القعده زي السنه اللي فاتت. انتوا دايما مشرفينا وسعداء جدا بيكم ويعني بتتعبونا لكن في النهايه بيني وبينك الواحد هو في الملعب حاجه وفي بجد والله انا وانا في الملعب ولا كان في دماغي حاجه لا خالص اقسم بالله. بعد ما يعني ربنا يديكم العمر طبعا والصحه، بعد ما بتبطل وبتحب الاهلي من قلبك فعلا هتطلع بره سله لو تنس طاوله يعني ما الواحد بيبقى على اخره. فانا دايما ببقى سعيد بالانجازات اللي بتحصل، ببقى سعيد لما بشوف ان احنا بنلعب. اصل فريق الاتحاد ده فريق قوي جدا جدا قوي جدا جدا يعني انا عارف السله وعارف اللي بيحصل في اسكندريه، انا اسكندراني فعارف اللي بيحصل في اسكندريه. سبع لعيبه من المنتخب وقد ايه الدعم اللي بيعمله الحاج محمد مصلحي ليهم وقد ايه بتبقى الجمهور الاسكندريه عامل معاهم. هم فرحه اسكندريه باسكت في بالظبط. ولكن الحقيقه ما يقابلهاش حاجه غير دعم مجلس اداره النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في وجود حضراتكم بصراحه يعني. فعشان كده 70 80 مليون او اكتر شويه اهلاوي بتلاقيهم واقفين في ظهركم النهارده. 70 80 مليون اهلاوي بيتفرجوا على الماتش، سايبين محمد صلاح وماتش محمد كان هيبدا 10، انتوا خلصتوا بدري شويه، ولكن على قناه الاهلي وفرحانين بالفرحه بتاعتكم وسعداء هم عملوا ايه بتاعتكم. نعم؟ عملوا ايه؟ مين؟ ليفربول. كانوا كسبين شوط الاول 2-0، معرفش بقى كملوا عملوا ايه ولا بيقولوا لي يا شباب عملوا ايه عشان نسأل. فانا بشكركم جدا جدا ان انتوا من الملعب لهنا، وبالعكس ده شرف ليا ان انا اكون معاكم وابقى سعيد جدا جدا جدا. شرفنا بحضرتك. 3-0 ليفربول. لا انا مش فرحان، انا بشجع مانشستر يونايتد لازم يخسر. فبالعكس انا اللي مبسوط ان وسعيد جدا بوجودكم معانا، وجمهور الاهلي الحقيقه سعيد جدا جدا بوجودكم. وان شاء الله ترجعوا من دوري ابطال من البال يعني ترجعوا ان شاء الله. ان شاء الله نحتفل بكم مره ثانيه. شكرا جزيلا يا ايهاب، شكرا جزيلا يا سيف، شكرا جزيلا يا كابتن احمد على وجودكم معانا، والف الف مبروك ان شاء الله. دايما متابعينكم في ظهركم ان شاء الله. شكرا جزيلا للابطال.